منطقة الأحساء من المناطق السياحية في المملكة اللي تحظى باهتمام السياح من داخل وخارج المملكة منذ القدم، مو بجديد. ويعمل عدد من أهالي المنطقة في إحياء التراث في متاحف خاصة فيهم تفتح أبوابهم للزوار يوميا، إلا أن أصحاب هذه المتاحف الخاصة يشتكون من ضعف دعم واهتمام الجهات ذات الاختصاص بمتاحفهم. عشان أعرف القصة هذه كاملة، أيمن الزهراني راح الحسا وجاب لنا هذا التقرير، راجعين نتكلم فيه من ثاني. كان جزءا من حياة أجدادنا، واليوم هو تراث نعتز به، يمثل هويتنا البسيطة التي كانت تمثل تفاصيل حياتهم الجميلة. متحف خالد البعبيد في الأحساء هو جزءا من بيته الذي يعيش فيه، يمثل 50% منه، وهو مرخص من هيئة السياحة والآثار. المتحف يضم الكثير من القطع التراثية النادرة التي تأخذنا إلى جمال ذلك الماضي البسيط. أول ما جمعت هي طبعاً دلة رسلان كبداية، يعني زين تطورت الفكرة وامتدت وكبرت حتى ما صار مثل ما أنتم شايفين اليوم. طبعاً متحف مرخص من هيئة السياحة والتراث، زين متحف تقريباً يعني خذ نص منزلي من بالكامل. المتحف هذا طبعاً هي كبداية هي هواية وحب للتراث الآباء والأجداد. امتدت هذه الهواية طبعا حتى يعني اكبرت وتنمت وصارت ما انتم شايفين اليوم. طبعا المتحف اللي انتم فيه اليوم تكون من تقريبا 16 موقع، زين يشمل الموقع الأول طبعا يشمل المجلس القديم، مجلس الحساوي القديم المتعارف عليه في المنطقة الشرقية وفي منطقة الأحساء. طبعا المجلس يحتوي على أشياء كثيرة، زين يعني أدوات المجلس منها الدلال، المحاميس، النجور، وفي ركن حق البقالة القديمة والدكان القديم اللي كان يباع فيه كل أدوات المنزل، وكل شيء كان بالوزن، ما في أي حاجة طبعا علامة تجارية أو أي حاجة، كان كل شيء بدائي. ويتكون برضو الموقع الثالث من خباز، والموقع الرابع يتكون من اللي هو الحداد اللي يصنع أدوات اللي هو الزراعة، وفي موقع اللي هو الصفار. فكل هالحرف ذي الصفار والخباز والخراز والقطان والحلاق، كل هذه حرف شعبية كانت تستخدم من الآباء. طبعا المرأة اللي كانت تصنع المنسوجات، اللي كانت تصنع الأشياء الخصية اللي هو يسمونها المهفة والأشياء، كيف كانت المرأة يعني شاركت في حضارة وفي أشياء تراثية ما هي بسيطة ترى، وقد يمكن تتفوق على 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 الرجل في بعض الأمور. هيئة السياحة والآثار لها دور في تفعيل تلك المتاحف، لكن أصحاب تلك المتاحف يأملون المزيد من الدعم لهم. يعني أنا أقول لهيئة السياحة يكفي، يعني خلاص أصحاب المتاحف، هذه رسالة من أصحاب المتاحف عنهم كلهم، وأنا أيضا أقول لهم يعني خلاص، يعني إلى متى يعني إحنا تعبنا الصراحة. أنا شيء يعني أنت لو أعطيتني تصريح إيش بيسوي، إيش بيقدم لي التصريح؟ إحنا نبقى الدعم، نبغى ان الناس يحسون انهم جالسين يعني يشتغلون. بس عندي ثلج باربعه. ليش باربعه يا اخوي؟ الثلج غالي الايام ذي. اقول تعطيني بريالين؟ لا ما اعطيك بريالين. خل ثلجك لك. ايه جرحين بقلبي ولا فضيحتي بين الناس. من متحف خالد ابو عبيد بالحسة، ايمن الزهراني الاخباريه. أيمن خلاص يعني كل يوم والثاني قاعد يقولنا برجع الحسا، يعني جد كريمين هالحسا، راح لهم أيمن جلس عندهم فترة ما بغى يرجع لنا. البيوت الحساوية القديمة في كلام أيضا، وهذا اللي أنا بسأل عنه، كثير من هالحسا في بيوت كثير فيها النساء قاعدة تحفظ التراث أيضا أكثر من بعض الرجال اللي مهتمين بهالجانب. للحديث عن هذا الموضوع معي من الدمام منسق الرحلات السياحية محمد الخضيري. أهلا أخوي محمد. أهلا وسهلا.
وسهلا حياك الله اخوي عبد الله. سحبت ولدنا ايمن وخلاص ما عاد بيرجع لنا شكله. نتشرف فيه. طيب محمد، يعني انتم شغالين في 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 جانب التنسيق لبعض الرحلات السياحيه اللي تروح بيوتات الحسا والاماكن الحلوه اللي بالحسا، هل انتم تودون الناس اللي يبغون يزورون البيوت هذه تودونهم للبيوت ولا بس تودونهم للمعالم الكبيره اللي في في, في المحافظه؟ لا، احنا عندنا عده رحلات وعندنا عده تنسيقات. اللي يحب يروح يزور هذه نوديه، واللي يحب يزور الاماكن العامه نوديه، لكن احنا نستخدم في رحلاتنا جميع الانواع بحيث ان اللي يجينا زائر او سائح لا يخرج من الحسا الا وهو منبهر من التاريخ والحضاره الموجوده فيها. ونحرص كثير الحرص على زياره الاهالي، لان هذا هم الحياه للاحساء. اي هذا هو، يعني ترى المعالم والأماكن ممكن يزورها أي واحد ويعرفها ويشوفها باللوحات اللي موجودة في الحسا، ولكن بيوتات الحسا الكبيرة وبيوتات الحسا اللي فيها تاريخ واللي فيها ماضي، هذه اللي تحسسك أنه أنت موجود صحيح في الحسا، ولست أمام بنيان ولا أمام جبل ولا أمام، ولكن أنت موجود أمام أهل المدينة نفسهم. طيب إذا تكلمنا على المرأة الحساوية في 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 جانب حفظ التراث والحفاظ عليه، صحيح انه في 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 نساء واجد عندهم الهوايه هذه في الحسا؟ اوه، تقريبا اغلب اهالي الحسا او امهات الاحساء القدامى محافظين على هالتراث. اي مهرجان، اي مشاركه، اي فعاليه تجدهم من اول من يشاركون سواء في الاحساء او خارج الاحساء. الهدف منه اظهار هذا الحب للتراث الاحسائي. المتاحف الشخصيه، نتكلم على المتاحف اللي فيها نساء كبيرات، ايضا تسوي لهم رحلات يزورون النساء هذول ببيوتهم؟ طبعا احنا تقريبا الاسبوع الماضي كانت عندنا رحله كلها نساء، وزاروهم واستمتعوا معهم وخرجوا وشافوهم وشافوا من والى، فاطلعوا بطابع جدا ثري. وش اللي يحتاجونه فرضا اصحاب المتاحف اذا تكلمنا على الجانبين الرجال او النساء، ايش اللي يحتاجونه بشكل كبير جدا عشان يعني يمشون في هالجانب وايضا يتطور اكثر؟ شوف يا استاذ، الاحتياجات كثيره ولا شك فيها، ولكن من اهم الاحتياجات انا في نظري او في اعتقادي كمنسق رحلات التسويق اهم حتى من المبالغ. لما نتسوق راح يجي زباين وراح ان شاء الله يقدر انه يبني هذا المتحف، والناحيه الثانيه بيكون الدعم المادي. هذا هما اساسين التسويق لهما، انه يظهرونه بالدفع المالي وايضا بالتسويق انهم يحثون الناس على زيارتهم. هذا اهم من الدعم. طيب تفضل كمل. وايضا من الدعم اللي صاير وتسوي هيئه السياحه مشكوره، اللي هو مشاركتهم في الفعاليات، تعمل لهم ندوات، تعمل لهم ورش عمل، تخليهم يتبادلون الخبرات بين انحاء المملكه وخارج المملكه. فهذا الدعم لهم. احنا نتكلم عن البيوت هذه يعني مفتوحه طول السنه، مو لها وقت ومهرجان، وهي موجوده طول السنه وعلى مدار العام موجوده البيوت هذه مفتوحه، وهل هيرحبون بالزوار ولا لا؟ نعم صحيح، مفتوحه طول السنه وطول العام وطول الوقت، يعني في جدول منسق ان الصباح مثلا اصحاب المدارس، المساء اصحاب الضيوف الاحساء، وفي الليل مثلا ضيوف الشركات او الى ذلك. فمفتوحه، مو بس البيوت مفتوحه، الا قلوبهم مفتوحه. مشكلتها الحسا يعني ما بيقلبونها تجاره، بيقلبونها كرم، لانه يعني يجي الضيف. احسنت. اذا تكلمنا على اللي يجون من خارج المملكه، في عدد يجون ناس من خارج المملكه يجون يزورون البيوت هذه ويزورون المعالم اللي موجوده في الحسا؟ اي كثير، احنا استقبلنا وفود كثير من خارج الحسا ومن داخل الحسا، وايضا الاجانب اللي يشتغلون داخل المملكه العربيه السعوديه، يعني يحبون انهم يطلعون على التراث، ولان تراثنا لا قيمه فهم يحبون الاطلاع عليه واستكشافه. يعني السفارات، انا اعرف ان في سفارات كثير تجي تزور الحسا يعني ولا لا؟ سفارات كثير وامراء كثير ووزراء كثير يجون يزورونها. تقريبا في الاشهر الماضيه جاتنا وزيره، لا يحضرني الاسم اي منطقه هي، ولكنها وزيره جات الى المتحف وشافتها وكانت بكل اريحيه ومبسوطه من تراثنا. يعني ممكن احنا نستهين بالفخار، نستهين صح، بالحياكه، نستهين، بس لكنهم نظرتهم له بعيده كل البعد ويشوفونه شيء جمالي.
وهذا طلبنا من هيئة السياحة والتراث الوطني أنهم يعني يدعمون البيوت هذه، يدعمون الصناعة، صناعة السياحة من خلال البيت أولاً وبعدين ترجع لمناطق كبيرة في نفس المنطقة. كان معنا بيكون وليد الحسين مدير عام هيئة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء. كنا نبغى نسأل عن هالبيوت، كنا نبغى نسأل عن هالجانب بشكل كبير ونتوسع فيه، ولكن إن شاء الله معذور يعني، إن شاء الله الأمور طيبة. أخوي منسق الرحلات السياحية أخوي محمد الخضيري، شكرا لك، يعطيك العافية. ننتظر إن شاء الله إنجازات في مجال السياحة من خلالكم أنتم كشباب يا عمي. الله يعطيك ألف ألف عافية، مشكور على الضيافة، ونتمنى أن بلدنا ينهض بالسياحة لأنه هو بالطبع أساس روح المملكة. بالطبع، شكرا لك أخوي محمد الخضيري، شكرا. عفواً، شكرا لك.